السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متابعي قناة سرالوك الأوفياء، كنتمنى تكونوا بتمام الصحة والعافية. كيفما كتشوفوا معايا اليوم، أنا غادي نقدم معكم لي بانكيك، اللي مكونات اللي بسيطة ومتوفرة في كل بيت. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو بسم الله على بركة الله مع المقادير. كيفما كتشوفوا معايا، عندنا هنا جوج ديال البيضات، ثلاثة معالق ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت، كاس عامر ديال الحليب، وكاس الا ربع ديال الحليب، يعني تقريبا جوج كيسان الا ربع ديال الحليب. عندي هنايا خماره فيها 8 غرام، وعندي هنا ساشي ديال الفاني، وعندي 250 غرام ديال الفورس طحين اللي مغربل، اللي ديجا غربلته. ونبداو بسم الله على بركة الله، وما نساوش واحد القبيصة ديال الملح اللي غادي نضيفها دابا للبيض ديالي. غادي نضيف قبيصة ديال الملح، وغادي نضيف سكر سنيدة، هنا غادي نخدم غير بالطراب اليدوي. غادي نخلط هذاك البيض مع السنيده مزيان، هذا البانكيك كيجي سهل التحضير وكيجي لذيذ، كيحماقو على الوليدات. غادي نضيف هنايا سكر فاني، غادي نستمر في التحريك. زيت، نص كاس ديال الزيت، ودابا غادي نضيف الحليب. ودابا ما بقى لي غير نبدا نضيف الدقيق، نضيف الدقيق على دفوعات بشويه بشويه. نحركوا الجوانب، وغادي نضيف ايضا الخمارة ديالي. نستمر في التحريك حتى يولي عندنا واحد الخليط اللي متجانس، كيشبه تقريبا الخليط ديال البغرير او لا تقيل عليه شي شويه.
هاد البانكيك كنطيبوه في الحين، ما كنتسناو عليه لا يرتاح لا يختمر لا والو، فورا غادي نبداو نطيبو فيه. ما كتشوفوا معايا هنايا خليه كيجي على هذا الشكل، وفيه لا تكتلات لا والو، يعني كنحتاجو غير الطراب اليدوي فقط. دابا غادي ندوزو نطيبو. Thank you.